شفنا 2005، نروح بعد كده لأهلي 2006، كابتن سامر عبد الرحمن، وبرضه عندنا فريق 2006 ما شاء الله فرقة مميزة جدا في القطاع. نروح نشوف يعني أهلي 2006 يفوز على البنك الأهلي بسباعية نظيفة في بطولة الجمهورية. أحرز أهداف اللقاء مازن أحمد، حسام عادل هدفين، وهشام مصطفى هدفين، وعمر سيد معوض هدف، ومحمد أحمد سعد الشهير بالشيبة هدف. نروح نشوف مع بعض أهداف 2006 والفوز على البنك الأهلي بسباعية نظيفة في بطولة الجمهورية. دول السبع اهداف زي ما احنا شفناهم مع حضراتكم، لكن اخترنا مع حضراتكم ثلاث اهداف، دول اللي احنا نقدر ممكن نحللهم يعني من وجهه نظرنا اعتبرناهم احسن ثلاث اهداف. نشوف الهدف الاول، الهدف الاول اللي احرزه اللاعب هشام مصطفى، هنشوف مع بعض دلوقتي. ده الهدف الاول، الهدف الاول كان ناحيه الشمال عند النادي الاهلي، ضغط عالي جدا من عمار وليد حافظ، هنا ضغط، الضغط استمر، حارس المرمى طلع اخطا في الخروج، زاد المدافع هنا لما خد الكرة رفع عينه شاف لاعب أفضل منه في وضعية أفضل، حطها له، حط الكرة هدف، وده الهدف كان للاعب حسام عادل مهاجم النادي الأهلي. ده هدف من الأهداف الحلوة فيها روح الجماعية، الضغط من عمار وليد حافظ، أسيست أكثر من رائع عملها لحسام عادل. ده هدف من الأهداف. ده الهدف الثاني برضو للاعب برضو عمار وليد حافظ، حط أسيست بشكل رائع جدا، تمريرة أكثر من رائعة للاعب هشام مصطفى. في اتنين مكملين على الكوره، عمر سيد معوض وهشام مصطفى، لكن كان الاقرب ليها هشام مصطفى. برضو التمريره تمريره حلوه جدا من عمار وليد حافظ، ما احنا شايفين راح ورفع عينه وعنده خيارين، عمر سيد معوض اللي قاطع وعنده هشام مصطفى على الشمال، واحد من الاتنين راح حطها هشام مصطفى، هدف من الاهداف الحلوه. طبعا ركنه الكوره او انهاء الهجمه كان برضو بشكل مميز من هشام مصطفى. الهدف الثالث، الهدف الثالث برضو ناحيه الشمال لحسام عادل، حط تمريره رائعه لعمر سيد معوض اللي قاطع في قلب الملعب، الاستلام حلو جدا، الدوران، الشوط في الزاويه البعيده على شمال حارس المرمى، هدف حلو جدا في مهاره عاليه جدا. نعيده تاني لو سمحتوا يا شباب، التمريره هنا من حسام عادل، عمر سيد معوض فاتح الملعب هنا قطع للداخل، ده شغل مدرب، لما يقطع الاستلام حلو، النهارده استلم الكره تحت رجله ما طولتش، خد المدافع في ظهره ولف بيه في خرم ابره زي ما بيقولوا، التسديده مش في الزاويه الضيقه، لا ده في الزاويه البعيده، زي ما بقول لحضراتكم هدف من الاهداف الحلوه الملعوبه اللي فيها مهاره عاليه. علشان كده احنا اخترنا الثلاث اهداف دول كانوا افضل ثلاث اهداف من السبع اهداف. طبعا المباراه القادمه ل 2006 هتكون
مباراه الزمالك هتكون يوم الجمعه القادم ان شاء الله، بنتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي. هيرجع بقى ان شاء الله للتشكيله الاساسيه، هيكون موجود ابراهيم عادل واحمد محمد عابدين هينضموا ان شاء الله وهيكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه علشان المباراه المهمه لفريق 2006 هتكون يوم الجمعه القادم امام نادي الزمالك، وهتكون المباراه في 100 عقبه.